أعمدة دخان الموتى تتصاعد من دار السلام. لاقت هذه العبارة تنديد الكوادر الطبية العاملة في إحدى مشافى الحجر الصحي المستحدثة داخل معرض بغداد الدولي، بعد تداول مقطع مصورا لعملية حرق مخلفات المصابين بكورونا، وأنها قد تتسبب بكارثة بيئية وصحية لا يحمد عقباها، حيث أوضحت مستشفى دار السلام أن عملية الحرق تمت بسياق أصولي تحت رقابة وزارة البيئة. برامج إدارة النفايات وتدويرها تعتمد موضوع معالجة النفايات الطبية بالحرق، جهزت لنا من قبل محافظة بغداد وبموافقات رسمية، وأيضا بإشراف مختصين من قبل البيئة. نطمن الأخوة المواطنين الكرام، لا داعي للهلع. الهلع الحقيقي يكون هو بتناثر النفايات ونقلها بصورة غير منتظمة. بعد حادثة مشفى ابن الخطيب، من التالي؟ تحذيرات من تكرار سيناريو الحريق، حيث أوضحت دائرة صحة بغداد الكرخ عن مسك شخص حاول أضرام النار في مأخذ الأكسجين المركزي لمشفى دار السلام المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا. ووزارة الصحة توجه بكتاب رسمي بعدم استخدام المستشفيات الكرفانية الحديثة، والتي قد تعتبر ذريعة لأعمال الحريق المتعمد، خصوصا وأنها مبنية من غرف سريعة الاشتعال إلى جانب عملية خزن اسطوانات الأكسجين غير الآمنة. عملية نقل الأكسجين مو عملية هينة، عملية جدا صعبة وشائكة، وحياة المريض أو روح المريض هي متعلقة بالأكسجين. فإحنا كل مريض لازم نوفر له بالدقيق كل نص ساعة أنه ست قناني مليانة، تخلص هذه ست قناني المليانة، مو تخلص يعني نفسها بنفس الدقيقة نغيرها، لكي تخلص اثنين فارغات لازم نسحبهن نوفر له اثنين مليانات، وهكذا على مستوى تقريبا 130 أو 140 مريض. بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب ودائرة المشاريع يعني انطيناها يعاز انه تفحص او تدقق المستشفيات السريعه الانجاز لتدقيق وفحص المستلزمات والمنظومات لمكافحه الحريق ويعني لاجراءات السلامه. فحتى تقوم بعملها لازم نعطيك ايعاز بانه ايقاف هذه العمل، المستشفيات التي ليست فيها منظومات حريق أو ما بها إجراء السلامة، وقفوها وسووا كشف على إجراء تزويدها بهذه المنظومات حتى بعدين تفتحونها بأمان، يعني حتى لا يكون هناك لا سمح الله الأشهر القادمة أشهر الصيف وربما يتكرر هذا الحدث. قد تتحول هذه المشافي إلى مصائد موت في ظل وجود قناني الأكسجين السيئة التخزين، مع زخم المراجعين والمرضى وضعف الالتزام بإجراءات السلامة. واتساع حلقة الحرائق التي أخذت تضم المستشفيات يعني حصد مزيد من الأرواح، وبذلك جاءت التحذيرات. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.